توقعاتك مين يفوز بنهائي كاس مصر؟ لا الزمالك ولا بيراميدز؟ ان شاء الله الزمالك باذن الله. ليه بقى؟ الزملكاوي اول حاجه وضيعوا الدوري باستهتار من اللعيبه فيتوفقوا في الكاس، وطبعا الكاس طبعا اخر 5-8 سنين واخدينه 6 مرات. الزمالك يعني في الماتشين الاخرين دول يعتبر منظم اكتر، مع ان بيراميدز برضه فرقه تقيله ويتخاف منها، بس ان شاء الله الزمالك هيفوز. الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وانا بشجع الزمالك. والله هما الفرقتين تقال واقوياء، بس احنا ممكن نرشح بيراميدز لان هي من الفرق اللي هي القويه السنه دي. يعني الزمالك ده قوام كويس يعني، وعملوا صفقات جديده ما شاء الله، يعني ان شاء الله شيكابالا هيجيب جول ان شاء الله. بيراميدز لانه اقوى تكتيكيا وفنيا يعني، والدفاع اقوى من الزمالك. بيراميدز يكسب. حاسس ان هو اللي مؤهل اكتر من الزمالك.